هل انت بجد عندك ازمه قلبيه او هارت اتاك، ولا بس عندك وجع هنا قدام وانت بتفتكر ان هو هارت اتاك، هو التهاب في الغضروف الضلعي اللي بيخليك تفتكر ان هي حاجه في القلب، ان هي دايما بتيجي حوالين عظمه القص اللي هنا دي، العظمه دي قريبه من القلب فانت بتفتكر ان هي ازمه قلبيه. غالبا القعده دي على الكمبيوتر طول النهار بتفضل كابس الحته دي، وتفضل تيجي تفردها يفضل يطقطق منك ويفضل يحك، فيحصل الالتهاب في الغضروف ده. عامه التهاب الغضروف الضلعي انت ممكن لو دوست هنا على الحته دي الضلع بيقابل عظمه القص دي، اول ما تدوس عليها هتلاقي الوجع ظهر جامد. لكن وجع الهارت اتاك النوبه القلبيه وجع كده جامد وجوه وبيكبس على نفسك ويسمع في كتفك الشمال، قصة تانية خالص. ألم التهاب الغضروف الضلعي ده لما بتنام على ظهرك وتريح ممكن يروح، لكن ألم الهارت أتاك ده والنوبة القلبية ما بيروحش. ألم الغضروف الضلعي ممكن يتحرك مع النفس، أخذ نفس أحس بشكة، أو أجي كح أحس بشكة. النوبة القلبية ملهاش علاقة بالكلام ده. ألم النوبة القلبية كمان بيبقى جاي معاه إحساس بالترجيع والقيء والدوخة. لو عندك أعراض النوبة القلبية أرجوك روح المستشفى، لكن عندكش الأعراض دي كلها وعندك وجع هنا بس، أقول لك على حاجتين بساط قوي تعملهم بس، استريتش زي ده بسيط كده، وتبعد الضلع عن عظمة القص ويوسعها من هنا، وتثبت كده 30 ثانية 4 مرات الصبح 4 مرات بالليل. وطبعا حاول ان انت ما تنامش على الجنب ده، يفضل كابس الضلع جوه عظمة القص يعمل الالتهاب ده ويزوده كتير. هذا والله أعلم.